كل الناس اللي في مشاكل مع بعض هربوا. يعني هو كان جايب حسين الشحات، وانا بقول لك هو سر الاول مره، كان قصاده محمد الشيبي بتاع بيراميدز. بسبب الحادثة الشهيرة بتاعت الصفعة ايوه، والشتيمة ووصلوا معاه اللي $120,000، وافق ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز الرئيس التنفيذي، عرف انه هيبقى قصاده الشحات، قال له ما رضيش يروح، لدرجه انه اتعرض عليه لغايه $250,000 يعني من 120 ل 250 ألف ورفض، لان قضيته راي عام في المغرب واهله رفضوا. امام عاشور كان ضده مين؟